الام تعمل كده، عملت كده بهدله او الدوره الشهريه. الام هي اللي جابت بنتها اللي عندها 4 سنين. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. ايه الجريمة البشعة اللي حصلت في محافظة بورسعيد؟ محافظة بورسعيد من المحافظات الهادية، المحافظات التجارية، محافظة كبيرة، لكن شبابها وولادها منشغولين دايما بلقمة العيش. يعني نقدر نقول ان هم ما بيعانوش بالبطالة من البطالة زي بقية المحافظات. يعني ما اقدرش نقارن بورسعيد بمحافظات الصعيد. بورسعيد يمكن عشان ساحلية، علشان يمكن فيها معدلات نمو كبيرة عن بقية المحافظات، فبتلاقي شبابها ما بيعانوش من البطالة او من قلة فرص العمل. بالعكس، تلاقي شاب وهو صغير ولسه في الجامعة او لسه في مرحلة ما قبل الجامعة بيشتغل وبيدخل فلوس. اللي حصل ده من الجرائم اللي حصلت دي، جريمة من الجرائم النادرة اللي بتحصل في بورسعيد، لكن كانت من البشاعة ان هي فاقت بقية المحافظات. يعني اعتقد عندنا في الصعيد ما بتحصلش جريمة بهذه القسوة زي اللي حصلت في بورسعيد، وخاصة السبب في الجريمة دي الام. يعني صعب جدا الواحد يتصور ان ام تعمل كده، صعب جدا نتخيل ان الام تقضي مع الجريمه دي، وخاصه مع مين؟ مع اعز حد عندها، بنتها، بنتها مياده اللي عندها 4 سنوات. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مياده متجوزه زين. زين ده موظف في الوحده المحليه في حته اسمها الجرابعه. انا اول مره اسمع، لكن يمكن الجرابعه دي افهمها ممكن تكون في الصعيد، لكن اول مره اعرف ان في وحده صحيه وبلد في بورسعيد اسمها الجرابعه. الاب زين عامل هناك، والام اسمها امل عندها 26 سنه. الاب طبعا فرص العمل او الدخل المادي مش كفايه، في الفرص العمل متوفره، فهو بيشتغل في النهار في الوحده الصحيه في الجرابعه، وفي اخر الليل او في منتصف اليوم بعد ما يخلص شغله بيطلع على فرصه عمل تاني بيشتغل فيها. في الوقت ده الزوجه حاسه بالوحده وحاسه بالفراغ، وجوزها لا معاها لا في الصبح ولا الظهر ولا العصر، ما بيرجعلهاش غير الساعه 9 10 في الليل. تخيلوا واحدة جوزها كل يوم يرجع لها الساعة 9، كل يوم الساعة 9، حست بالفراغ في الوحدة. في الوقت هنا ظهر حمدي. حمدي ده اللي هو إيجار، اللي هو دايما بيكون لا شغلة ولا مشغلة غير ان هو قاعد يعاكس في مخاليج الله ويشغل دي ويبص لدي ويعلق دي. قدر يعلق أمل في حباله، ده انت لو مراتي انا كنت خدت اجازة، ده انت لو مراتي كنت ما سبتش البيت، لو انت لو مراتي هنا على الشغل على ابو الشغل وشغل لا ونيل تاو، حد يسيب الباب الوحش ده كله، حد يسيب مش عارف ايه. فضل يغريها بالكلام لغاية ما وجعها في حبالها وفي حباله. بالفعل قدر ان هو يستميل قلبها ليه، وابتدى ان هو يتردد عليها في شقتها، وابتدى يمارسوا مع بعضهم تلبية نداء الجسد يوميا في وجود الطفلة اللي اسمها ميادة اللي عندها 4 سنين. لغاية دلوقتي شيء عادي وبيتكرر في كل محافظات مصر للأسف، من بعض الناس اللي بعيدة عن ربنا واللي ما بيتخافش من ربنا. الخيانة دي موجودة في كل مكان وفي كل المحافظات. انا بقول ان الجريمة اللي حصلت في بورسعيد دي ما بتحصلش في اي محافظة من محافظات مصر، سواء صعيد او وكي بحري، وان الجريمة دي بشاعتها فاقت كل الجرائم اللي احنا زعناها بساعة مع حنفي. اللي حصل ان حمدي راح علشان يمارس الرذيلة مع امل، ففوجئ ان امل عندها الظروف اللي بتمنع اي ست من ان هي تمارس تلبية نداء الجسد مع الزوج او مع العشيق. عندها الظروف الاضطرارية اللي هي بيسموها الظروف الشهرية اللي بتيجي للست كل شهر. فحمدي ابتدى يزعق، انا محتاجك، انا تعبان، انا كنت جاي واخد البرشامة، انا وانا وانا. قالت له اعمل ايه يعني؟ اعمل لك ايه دلوقتي؟ اجيب لك واحدة من الشارع؟ انا عندي ظروف، هتنام معايا، هتجيب، هتجي لك امراض، وما ينفعش تنام معايا وانا في الظروف العادة الشهرية، وانا 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 او الدورة الشهرية. فقال لها انا تعبان ولازم دلوقتي انام معاكي باي شكل. قالت له خلاص انا هجيب لك بنت اللي عندها 4 سنين نام معاها. الام هي اللي جابت بنتها اللي عندها 4 سنين. قال لها هات طفله، حرام عليك، ده عيل صغير. قالت له عيل ايه ده، من زمان كانوا بيتجوزوا البنات وهم في السن. قال لها 4 سنين يا وليه؟ قالت له مالكش دعوه، انا هخليها لك دلوقتي تنام معايا. الام راحت جابت قرصين ترامادول، قرصين ترامادول، وحطتهم لبنتها في الحاجه الساعه، وراحت مشربهم للبنت. البنت داخل، راح هو طبعا كان شارب هو منشطات، راح خالي هدومه وابتدى يمارس مع مياده اللي عندها 4 سنين. مارس معاها تلبيه نداء الجسد. عمل ايه بقى بعد ما خلص معاها؟ لقوا ان البنت بتنزف وراحت في غيبوبه. البنت جالها تهتك في الغشاء المطاطي بتاعها، الغشاء البقاره، جالها نزيف وقطع في المهبل، جالها تهتكات ما بين الفخذين. الام راحت متصله طبعا العشيق، اول ما شاف كده راح جري وسابها كالعاده.
سابها وجري، اضطرت تبلغ الزوج الحجني، البنت كانت بتلعب في الشارع ومرة واحدة لقيتها داخلة عليا وهي بتنزف، جري الأب وداها في مستشفى جامعة قناة السويس، لأن بعد ما حولوها من مستشفى بورسعيد العام البنت كانت حالتها صعبة بين الحياة والموت، فمستشفى بورسعيد العام اللي هي الأميري حولتها على مستشفى جامعة قناة السويس علشان الأخصائيين وأساتذة الجامعة في كلية الطب يلحقوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه. بالفعل لحقوا البنت، كان عندها تهتك في غشاء المخاط وقطع في المهبل، يعني نقدر نقول إن البنت أصبحت غير صالحة للإنجاب في المستقبل، يعني قضوا على البنت وهي عندها 4 سنين. البنت طبعا في حالة صعبة جدا في مستشفى جامعة قناة السويس. الأم في تبريرها قالت طب ما حمدي كان جاي وكان يعني عايز يلبي معايا وأنا كانت عندي ظروف فاضطريت إن أنا أقدم له بنتي، وحمدي لما قبض عليه قال أنا ماليش دعوة، هي أمل هي اللي جابت لي بنتها اللي عندها 4 سنين وقالت لي نام معاها، ده هي هتمتعك أكتر مني لأنها لسه طفلة وأنت تقدر تتمتع معاها. فأنا صدقت أمها ونمت معاها، ما كنتش أعرف إن البنت هيجي لها النزيف ده واتصاب بالإصابات دي كلها. طبعا هو كان واخد منشطات وكان واخد برشام، فبالطبع مع بنت عندها 4 سنين فزي ما نقول كده باللغة الدارجة زي يمكن الدكاترة قالوا في المستشفى بهدلها. هنا بقى نقول في أم تعمل كده؟ آه في أم عملت كده في محافظة بورسعيد، عشان كده أنا قلت الجريمة دي من أبشع الجرائم اللي حصلت في مصر كلها. مفيش أم بتقدم بنتها اللي عندها 4 سنين لعشائها، ما حصلتش. الام ممكن تبيع جسمها، ممكن تبيع نفسها، ممكن تعمل كل حاجه، لكن تبيع بنتها اللي عندها 4 سنين والمين لعشائها لمجرد ان هو قال له قال له انا تعبان وجاي النهارده ولازم ان انا البي نداء الجسد وانا قمت قدم له بنتها. دي من الجرائم اللي هزت بورسعيد كلها، وخاصه ان البنت بعد اجراء العمليات هتعاني عمرها كله، ان هي مش هتقدر تكون انثى كامله، مش هتقدر تخلف، لأنه تم استئصال أجزاء كبيرة جدا من جسمها وكلها في مناطق حساسة، يعني البنت ممكن تكون حتى فقدت شهوتها المستقبلية، مش هيكون عندها أي شيء يشعرها أنها أنثى. والسبب مين؟ مش العشيق، الأم نفسها اعترفت أن هي اللي قدمتها لعشائها، يعني تعرف العشيق كان ممكن إيه؟ الأم تقول ده هو اللي عمل كده من وراي، أنا ما شفتوش، ده أنا قلت له مش هينفع فراخد بنتي غصب عني. المصيبة أن هي اللي حطت لبنتها قرص الترامادول في العصير، وهي اللي شربت بنتها، وهي اللي دخلت بنتها على السرير، وهي اللي قالت للراجل ادخل انت عليه، وبنتها عندها 4 سنين. انا مش عارف 4 سنين، لكن اقول ايه؟ ما هو قبل كده في اللي هو اغتصب طفلة البامبرز اللي خلاها البامبرز، ال4 سنين دي من غير بامبرز. فاحنا دلوقتي بقت الشهوة والجنس مش واقفة على العمر، يعني اللي عنده بنت دلوقتي ولا ولد حتى رضيع ولا طفل عمر سنة ولا اتنين خلي بالك منه، الكلاب ماشية في الشارع بتنهش في اي لحم قدام. يا جماعة لازم نخاف على أولادنا أكتر من كده. بس هنقول إيه إذا كانت الأم هي اللي سلمت لحمدي عشاها بنتها؟ هنقول لي مين يحرص على أولاده؟ هنقول لي مين إذا كانت الأم باعت عرضها وشرفها وفوق البيعة فوق عرضها وشرفها قدمت بنتها اللي عندها 4 سنين لعشاها، وفي الآخر اعترفت على نفسها؟ ما عرفش هل اعترفت عشان تفدي عشاها ولا اعترفت لأن هي دي الحقيقة. هل فعلا في أم تنيم بنتها بالترمدول وتدخل عشاها عليها وهي عندها 4 سنين؟ ولا ده اللي حصل فعلا؟ ما عرفش ايه اللي حصل وايه اللي جرى. بقت الام مش زي الام بتاع الزمان. هل الام دي اللي الرسول وصى عليها قال لك امك ثم امك ثم امك؟ هل ده اللي ربنا نزل في من 7 سماء قران ويقول لك وصينا الانسان بوالديه؟ هل ده اللي ربنا قال لك لا تقل لهما اف ولا تنهرهما؟ هل هي دي الام؟ هل هو ده اللي ربنا وصانا عليه وصانا عليهم؟ مش ممكن، في حاجه مش مظبوطه. الام اللي تعمل كده، طب الاب ممكن واحد يقول لك ايه؟ لا يمكن تكون بنته. لكن الام بقى، ما ممكن الاب فعلا ان محدش يعرف ابوه مين، الام بس هو اللي يبقى عارف امه، لها نازله من بطن الواحد نازل من بطن الست دي تبقى دي امه، لكن مين ابوها الله اعلم حسب اخلاقيات امه. المره دي امه هي اللي والداه، هل ممكن الام تعمل كده؟ عملت كده وكله عشان خاطر ايه؟ ترضي عشائها، ترضي حبيبها، لا وتقدم لبنتها الترامادول عشان ما يلقاش اي مقاومه من البنت ولا حتى البنت تصرخ. ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ وفي الاخر بنقول ربنا يرحمنا. يرحمنا بعمره ايه؟ هو احنا كنا رحمنا نفسنا عشان ربنا يرحمنا؟ ما عشان ربنا يرحمنا لازم نكون بينا وبين بعضنا تراحم. اذا كانت الام مش رحمه بنتها، الام اللي هي احن حد واحن قلب، اللي بترمي نفسها قدام القطر عشان تنقذ بنتها او ابنها، هي اللي بتقدم بنتها لعشاء، في اكتر من كده؟
ايه اللي ممكن نتوقعه اكتر من كده؟ ما خلاص احنا كده بقى على الايام خلاص والله، واحنا اللي بنستعجل غضب ربنا، احنا اللي بنقول ربنا اغضب علينا، ربنا يرحمنا، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.